هذه هي الحشوة، أرز زي مثل ما قلت لكم بعد غسله، كفتة، ما يسمونه بكزبرة ناشفة أو بزر الكزبرة المطحون، بزر الكزبرة المطحون، وقليل من الملح، وبعض من زيت المائدة، زيت الذرة أو زيت دوار الشمس، كما تقول أي زيت تحبون الطبيخ بها. بعد قليل سأخلط الحشوة وأرجع لكم إن شاء الله. الحشوة بعد خلطها تصبح هكذا، ترى وسأريكم كيف حشو الورق عنب بعد قليل. هكذا يجب أن تكون هكذا. هذا ورق عنب بعد ما لفيناه، وهذا، والآن سأضعه بالطنجرة إن شاء الله مع اللحم، سترون كيف. الآن سنضع بعض الكزبرة الناشفة قليلا بس، فقط لكي اللحم يكتسب الطعم الجميل، قليل من الملح، نقطة زيت فقط. الآن سأضع ورق عنب، بهذه الطريقة لا نترك فراغات حتى لا تخرج الحشوة من الورق نفسه، ونضغط هكذا لا نخاف، هكذا سأكمل تصفيف ورق عنب وأريكم النتيجة النهائية إن شاء الله. أضع بعض فصوص الثوم
كل ما اضع طبقه اضع بعض الفصوص الثوم هكذا عشوائي لا يهم، واكمل الطريقه العكسيه الان هكذا واستمر الان هكذا الى الاخر. هكذا هكذا رأيتم طبقات، يعني فيكم تحطوا فصوص ثوم على حسب الرغبة، رأس أو رأسين مثل هذا، رأس أو رأسين مثل ما تريدون حسب الرغبة. كل ما حطيتوا ثوم الورق عنب يكون لذيذا أكثر، وذو قيمة غذائية أكيد أحسن. الآن العكس، اتجاه العكسي هكذا، الحبات التي هي صغيرة مثل هذه نحطها في الجوانب، نقفل بها الجوانب مثل هذه هنا. ما هو الشق في الورق عنب؟ هو لف الورق عنب نفسه، طريقة اللف هي التي صعبة قليلا، خصوصا اللواتي لم يتعود على لف الورق. نضغط ان شاء الله قليلا حتى ياخذ سطح متساوي، نضع صحن على مستوى الطنجره، نضيف، انا استعمله خاصه لهذا الغرض، نضيف جدا، اضع زبديه وساضع الماء واضع على نار قوية في الأول لما يبدأ بالغليان، سأضعها قليلة جدا قليلة قليلة وأتركه إلى أن يبتدئ في الاستواء، وسترون الخطوة الأخيرة إن شاء الله أو قبل الأخير. مرحلة الماء، سأضع الماء وأرى إلى أن يطلع من الجوانب. رأيتم الصحن لكي الورق عنب حتى لا يخرج الأرز من ورق عنب، لحد الآن يكفي. إذا أردنا ماء آخر سأستعمل هذا الماء، سأستعمل الماء، إذا نقص الماء من الطنجرة سأستعمل هذا الماء وأضع الماء في الزبدية، ولما يبدأ بالغليان سأريكم الخطوة التالية إن شاء الله.
في المخ. حتى انا بغيت المخ شويه. ايه تعود بشات ميه. ها الصوص هذا ما كتهضري.